السلام عليكم البنات، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم غنديكم معايا لواحد المحل، بغيت نشري منه شي حوايج، شي حاجه ديال الكوزينه، وبغيت نشارك معكم داكشي اللي غنشري. ودرت لكم دويره باش تشوفوا معايا هادشي زوين صراحه، غير 260 صراحه، فيه حوايجات زوينين في متناول الجميع. نتوما غادي تشوفوا معايا، ولو عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش اللايك واشتراك البنات، ودعموني في القناه ديالي. يلا فرجه ممتعه.
عشان اسمعكم البنات وصرت الطار وصرت محطونا بكشي لشريف وليفاس هنا هاد سلادس الكوزينة راكم عارف كيف نمشي ديال الكوزينة كنمشينا كنهسرع باش ديال الكوزينة كيعجبوني هادو باش فيا تهزلي شي حاجة إلا كانت سخونة زوينين بهاد الشكل هادو هاكا كانت شي حاجة سخونة كتهز بيهم هادو شفت هادو هذا هو الفخار هادو فناجين ديال القهوة العربية كيف هاد الكريكات هادو ديال الخبز تما عجبوني هادو كيسان كيسان كاين صغار ولكن ضروري يكون عندهم اللي في الماكلة خديت هادو تاهما هما كيسان ديال القهوة هنايا هما حاطين فيهم هاد زعما داك الكابوتشينو هذا الشكل ديالو فيهم سكريرة مزيانين الشكل ديالو ربعة بخمسة ريال بحال ميتين وستين مغربية وهادو كيسان ديال الما هما سامبل كتعجبني الحاجة أنا اللي كتكون سامبل شوفو هادو هما وهذا اللي حمصوني ثاني تاع هما الشكل ديالهم صراحة حسيت الحمص بالصفر الشكل ديالهم كناس كاين في الألوان مختلفة أربعة خاصة اللون خاصة اللون البيض كان طاغي هذا اللي هذا فناجين بالقهوة التركية من البيضة كاحل واحد ما فيها واحد قلت هذا الحالة الثالث هذا تاهما كيحمقو هذا كيخضر كيف ديالهم كيفاش داير ديال القهوة التركية هذا هو صور شكل ديال لي زوين هذا هو في بحال هذا شريت هاد الكيسان هذا كيعجبوني هاد الكيسان كيفكروني بالمحلبات ديال المغرب كيديروا فيهم العصير ديال لافوكا او كيكون كبير تي شربيه الدره كضربي فيه نص كيشبعك كيعجبوني هاد الكيسان هذا شريت منهم جوج السوبيرات راكم عارفين ضروري ضروري ديما فما كنخرج نشري الماء عند ضروري السوبيرات عندي اللون شفاف عندي منهم بزاف وهاد اللوينات عجبوني وانا ناخذ منهم كل وحده فيها جوج بيتي ب 5 ريال فيهم جوج صافي مع الشكل هذا الشكل ديالهم بيتي فيها جوج شفت هادو ديال الفشار نصايب لي داك الفشار كنبغي باش ندير ليهم الجلية ديالهم هادو هما ديال القهوة
كيس ديال لابوبي صغار، شريت هادو كتعمرهم بالزيت وباش البلاصه الدهني احسن على كل شكل ديالهم. انا عندي واحد الشكل اخر ولكن هذا عجبوني. كدير فيهم الزيت هنا سيليكون على الشكل ديالهم زوين. زعما زوج ب 5 ريال. وهذا هما ديال العسل، صراحه كانوا عندي جوج وما بقاوش عندي، زعما عجبوني زوينين كبيره وكاين خمسه. وشريت معلقه صغار، انا كنعاني قول لي واش تتوا بحالي كنعاني من المعلقه الصغار ديما كيضيعوا. قول لي كلشي كلشي كيعاني من هذا، كيبقى عندي دائما كنشري الطقم ديال المعالق وكلشي كلشي كيبقى الا الصغار كيضيعوا، ما عرفتش في كيفشي وكيطيروا كيطيروا كنعاني منهم والله. حتى فيما كنخرج كنشري منه، فيما كنخرج كنشري معلقه صغار وكيمشي والو ما كيبقاوش. وهذه الولدي مع كيقرا ديك الصلصال، ولدي اللي كيقرا شريت ليه هاد الصلصال، وولدي الصغير شريت ليه هادي تا واحد ما يخليش خوني عين ضروري خصني نشري بحال بحال. ولدي عنده عيد ميلاد ان شاء الله غنديروا ليه فهاد السيمانه الزينه ديال عيد ميلاد طريف شاد. هادي هي هادو بالونات، وشريت هاد التقاشر هادو شريت شحال من حبة ثلطاش حيت ماشي ديال لي بوحدي حيت معايا بنياتي كنت نفرقو مع بعضياتنا. صراحة زوينين هادو كيعجبوني. تلبسيهم هكا في الدار بحال الشكل ديالهم سخان، يعني واخا متلبسي حتى شي حاجة في رجليك، واخا متلبسي لا بانطوفل حتى شي حاجة، غير هما الشكل ديالهم شوف من التحت من كيطلقو من حتى شي حاجة. شوف الشكل ديالهم شحال زوين من الداخل مقطمين. شريت الألوان والأشكال، شوفو الكحك هو شحال زوين في هاد البرد. و بناتي مكيبغوش يلبسو ليا البانطوفل حتى شي حاجة، اللهم كنقول اللهم غير هادو بعدا يلبسوهم يديرو في رجليهم على البرودة و يدفو ليهم رجيلاتهم. 13 و شريت ولدي تا هو صغير، ولدي عندو منهم راه نافعيني يدفيه و كيمشي بيه، مكيبغيش يلبس ليا في الدار، كيبغي يلبس لي البانطوفيل حتى شي حاجه كيلبسهم غير هما. اوكي شوف الشكل ديالهم من التحت شريت هاد اللون الزرق و شريت هاد اللون راح زويني. و خرطات تاع الشعر هادي شريتها لبنتي، الطاقية هادي هي عجباتني هكا في الكحل، هي بخمسة ريال رخيصة وشوف كيف دايرة من الداخل مقطنة، عجبني الشكل ديالها فوق في الكحل. ولدي صراحة عندو تسع سنين، عندو سبع سنين كناخد ليه تسع سنين في جوج كبار. هادو صراحة ما أول مرة كناخدهم من هاد المحل هذا أبو خمسة، أول مرة كناخدهم ما كنزعمش عليهم كنقول مزوينينش، كنشريهم بثمن أكثر من هذا، بثمن أكثر من هذا كنشريهم، وكنشريو دائما كرتونة هكا فيها ستة. ودابا شريت منهم ثلاثة، قلت غنشوف هادو واش بحال هادوك اللي كنشريهم من كنشريهم من الجملة كنشريو كرتونة، قلت غنجربهم. لكن ملي جبتهم قسما بالله حتى زوينين، عرفتي شغل الكتوب ديالهم بحالهم بحال الآخرين. اما خليت وحدي شريت ليه ثلاثة قلت غير نجربهم، كنت حاب يعني غنلقاهم زوين لهاد الدرجة هادي، نلقاهم التوب ديالهم زوين كنا خديت ليه ستة ولا خديت ليه، عرفتي فنين التوب ديالهم الشورت ديالهم، التوب ديالهم فن فن فن، عرفتي عجبني التوب ديالهم عرفتي صحيح. وكان معايا راجلي ماشي بغا ياخذهم والله ما بغا ياخذهم، قلت ليه لا خليك نجيب ليه منا، لكن قلت خليني ناخذ هاد ثلاثة نشوف كيفاش غادي
صدقتو ديالهم واش كيشرو، ولكن ملي جيتو من خلال النظره ديالي عرفتو ديالهم صحيح وما كيفنوش. صافي وخديت العاب، المهم الالعاب بعدا في الباب، بعدا تفركت تحلو من الميكاس داكشي سريت لوليدات الالعاب. صافي الالعاب فركتوهم حلوهم لعبوا فيهم وكاين نوريكم في الالعاب. وشريت كاشي دفاصر ديال التخربيق، المهم حتى هما الناس خذوا الدفاصر ديالهم داكشي. هادو قلم رصاص بقى كنعاني من القلم رصاص، عديت ثلاث كرتونات في السنه خاصني نبقى كل مره نقول نهار نجيب القلم الرصاص تما ذكية اوكي ب 5 ريال. وصلنا لنهاية الفيديو البنات، إلى عجبكم هذا الفيديو شاركوا في القناة ديالي، الناس اللي باقا مشاركش في القناة ودعموني باللايك واشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. شكرا بزاف على الدعم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. يلا السلام عليكم.